أربعة قرارات لمجلس المحامين خلال اجتماعه الشهري. نقيب المحامين يستقبل رئيس نادي القضاء والوفد المرافق له. نقيب المحامين يخاطب مساعد وزير العدل للاكتفاء بكرنيه النقابة. نقيب المحامين يشكل ثلاثي لجان للفصل في تظلمات الزوال وقيد التعليم المفتوح وشؤون العاملين. نقيب المحامين يحيل ملف العاملين بالخارج إلى مكاوي وضوى ويكلف سخا بملفات المعاشات. نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة الطعن الخاص بأرض 6 أكتوبر أمام القضاء الإداري. النقيب العام يكلف لجنة الحريات بالدفاع عن المحامين والنظر في شكواهم ويدعو كافة لجان النقابة للإنعقاد. رسائل مهمة لنقيب المحامين حول أكاديمية المحاماة خلال الاجتماع الأول لهيئة إنشائها. وواجب علينا أن نوضح للمحامين ومن انتابه بالقلق كل هذه الاعتبارات والحقائق، وأولها أن هذا مرجع لحين إتمام إقامة الأكاديمية واستعدادها لقبول الدارسين، وقد راعيت قدر مستطاعي أن أتيح لكل عضو في المجلس أن يسهم في هذا العمل الجليل. أباظة يشكر نقيب المحامين على موقفه الداعم له خلال أزمته.
نقيب المحامين يوجه بمتابعة إنشاءات نادي بسيون. الكسار فتح باب المشاركة في لجنة المتابعة والتواصل الأحد. بسعر مدعوم جنوب الجيزة توفر شنطة شباب المحامين بمقر الفرعية. تعليقاً على الأحداث التي شهدها المقر، المحامين العرب، انتهاكات صارخة لميثاق الاتحاد والنظام الأساسي. مخاطباً رئيس المحامين العرب، نقيب الكويت، مواقفك تؤكد أنك درع الدفاع عن مهنة المحاماة. في خطابهما إلى أمين الاتحاد، المحامين الكويتية والموريتانية يستنكرون الاعتداء على مقر اتحاد المحامين العرب. وزير العدل يصدر قرارين بنقل مقار انعقاد بعض المحاكم. مجلس الوزراء يوافق على مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام. We'll be right back.